ده ينقلنا للسؤال او الموضوع الاولاني اللي حضرتك اتكلمت عليه، ما الذي حدث في نيويورك؟ بالظبط، وده اللي انا عايز اعرفه. هي ده طبعا الرابطه اللي احنا بيننا يعني. يعني كان لنا شرف لقاء حضرتك يعني كده على الهامش، ووعدتنا انك تدينا حوار بعد ما ترجع من نيويورك، واحنا رجعنا يمكن في طياره واحده. ايوه ايه بقى اللي حصل في نيويورك؟ بص يا سيدي الفاضل، كل سنه وعلى هامش الجمعيه العامه للامم المتحده وبمناسبه الزخم السياسي اللي موجود وكل القاده موجودين، بيتم اجتماعات على الهامش للتحضير للمؤتمر بتاع التغيرات المناخيه اللي بيبقى تمالي كل سنه في نهايه اكتوبر نوفمبر. السنة دي هيكون فين؟ السنه دي ان شاء الله هيكون في بوم، في بون. وهيكون في النصف الاول من نوفمبر. فكل سنه بيحصل هذه الاجتماعات وهذه الفعاليات. السنه دي كان عندنا اكثر من مهمه، كان عندنا مهمه في مونتريال لان دي الحكومه الكنديه ورئيس الوزراء الكندي بيعمل على عمل ائتلاف جديد بين كندا والصين والاتحاد الاوروبي لسد الفجوه اللي هتنجم عن انسحاب امريكا من الاتفاقيه. وانا بؤكد تاني يا فندم ان امريكا قدمت طلب الانسحاب طبقا للاتفاقيه، لمن لا يقرا الاتفاقيه، ان هذه الاتفاقيه بتقول ان اللي عايز ينسحب بيقدم طلب، بيقعد سنه يدرس يدرس، ثم من 3 سنين بعد السنه يصبح هذا الانسحاب فعال. يعني 3 سنوات ستبقى عضوية ثلاثة، الولايات والسنة المتحدة. اللي من أول ما يقدم الريكوست أو من أول ما يقدم الطلب لحين بداية المهلة يبقى 4 سنين من تاريخ تقديمه تمام. لهذا الطلب. كويس، ولكن إحنا عندنا فجوة، سواء فجوة في لأن إحنا في التغيرات المناخية إحنا بنتكلم على 10 أو 20 سنة، ما بنتكلمش يعني بنتكلم على البعد الأمد الطويل. فكانت الدول بتتناقش هنعمل ايه في سد الفجوه، سواء مين امريكا بتطلع 13% من غازات الاحتباس الحراري، فمين اللي هيعمل ايه، واحنا كدول ناويه نهتم ان هذا لا ياتي على حسابنا. احنا بالظبط. مش هيطلب مننا تنازلات، واحنا اعلناها بكل صراحه ان احنا لن نقدم اي تنازلات اخرى ولن نعيد التفاوض. فكان في مونتريال كانت فرصه لزخم سياسي ل 30 وزير منهم مصر، وده يعكس دور مصر في الحقيقه في مناقشه وفي بناء هذه التحالفات. ووافقنا هناك وبكل صراحه، واعلنت بكل صراحه الصين وكندا والاتحاد الاوروبي واليابان وسنغافور والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وكل الدول اعلنت لن نتفاوض على اتفاقيه باريس. وكان الممثل الامريكي موجود، وكان يعني تفهم هذا الموقف في كلمته، وقال ان امريكا هتستمر في خفض غازات الاحتباس الحراري ولكن طبقا لآلية السوق وطبقا لمصلحة الاقتصاد الامريكي.